مكالمة أخرى معنا أم إشراق وأميرة من فاس. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بارك الله فيك أخيتي. أتمنى تكوني على خير ومرحبا بالمشاركة ديالك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك أم إشراق. تفضلي. بارك الله فيك. عندي ثلاثة ديال المشاركات إلى كتاب. إيه إن شاء الله. نعطيهم لكم. عندي الشهدة. وكاين الكيتشوب. إيه. كاين واحد صابلي ديما المعجبين بالصفحة ديالي في الفيسبوك كيطلبوني على الصابلي اللي كنخدم به. واخا العجين الصابلي. اليوم بغيت نقدمو لهم في للمناسبة. إيه واخا شكرا. نبداو بالشهدة. نبداو بالشهدة إن شاء الله. الشهدة أن فيها مراحل. أن أول حاجة كاس ديال الطحين. جوج بيضات. وجوج كيسان ديال الحليب. وكاس ديال الزيت. كاس سنيده وخميره معلقه كبيره ديال الخميره معجونه والملحه. هاد المراحل هادو كلها كنطربوها في مونينيكس كنخدموها مزيان في مونينيكس وكنخليوها ترتاح. ايه المده ديال نصف ساعه. من بعد كنكونوا دايرين في واحد القصريه او جبانه فين غنعجنوا جوج معالق ديال الزنجلان والنافع. معلقة صغيرة ديال النافع يكون أكيد محمر ونقي. نص كيلو ديال الطحين ديال الفورص. نخلطو المقادير الأولى اللي خليناها ترتاح مع هاد نص كيلو ديال الطحين ونبداو نخليهم يخمرو. ومن بعد فاش يخمر نشكلوهم قريسلات أو شهدة ونخليهم عاوتاني يخمرو وندهنوهم بصفار ديال البيض وبنسكافي. إيه هو سريع التوابل. ومن بعد يطيبوا الصحة والراحة. يعطيك الصحة.